ربي لنزين لكن الزين حرام نشوف. ايوا احنا مازالين في فاس ياك عايشة؟ مازالين كندور. غادي نمشيو دابا لواحد الرياض. هادشي كامل مدينة القديمة. دونك كيبان لي انها هبطنا. لا اسيدي هادي غير المدينة القديمة من قبيلة. شوفوا شحال من ساعة وحنا في المدينة القديمة ومع ذلك ما كملناهاش لأنها كبيرة بزاف. وهادشي عادي مدينة قديمة 5 سنين هاك تقول لكم شنو كاين. ودابا غنمشيو الرياض كي قلت لكم واحد الرياض خطير جدا جدا. المهم بقاو معنا باش تفرجوا. حرام نشوفو. هانت كاين الرياض الشريك تاعنا تاني. ايوا ها هي الدخلة. هانتوما غتكتشفو بحالي بحالكم. This is our king. منصرو. السلام عليكم. بقيت معنا نهزتها 20 درهم شكرا. عشقت الزين يا إله قلت تهني والزين زدني نار على نار قالوا كان الزين يدخل الجنة كان الزين يدخل الجنة حتى العشاق في الروضة ينظروا. قالوا كان الزين يدخل الجنة حتى العشاق في الروضة ينظروا. هانتوما البريستيج. ايوا الاخوان البريستيج هو تخلي واحد الشغيمة في الكاس. صافي تجي عليا ولكن هذا هو النورمال. يعني فاش تخرجوا عندكم تشربوا كل شيء خلي واحد الشغيمة باش تبانوا. صافي نمشي للكار اليوم ولا نزيد شوية. يو تيل مي عيدا وحال كيف ننسى ديك الجلسة مع غزالي زين العبسة تقول صاري وسط المرصة. And this was everything for today. It was an amazing, seriously, experience. So if you ever have the chance to come to Morocco, you absolutely have to visit, you know, one, maybe this one, maybe another one, because in fact there are so many. So you can come to wherever you want to, and I guuess you can find them here in Fez and also in Marrakech. So you have the choice. So wherever you go, you can find one, because this is just like an amazing experience. And this is what we call traditional houses.
So this is like a traditional Moroccan house. So you really have to visit them. Anyways, that's it. كل شيء بالقاعدة.